طيب احنا عارفين طبعا انك لاعب متميز جدا وبتلعب في اكتر من مركز، بيضايقك الموضوع ده شوية؟ يعني بيضايقك انك بيتغير مركزك من مباراة للتانية ولا لا عادي؟ بالعكس بالعكس، انا مبسوط جدا يعني في اي مكان المدير الفني بيطلبني فيه بحب ادي يعني 100%. حتى لو انا لما بلعب سيرد باك ماشي، لما باجي اطلع باك ليفت بيبقى الامور صعبه شويه لان الجري غير الجري بتاع المساك، لكن بحاول ادي 100%، بحاول اطلع كل اللي عندي عشان الفريق بس. لكن ببقى مبسوط جدا لما المدير الفني يطلب مني، فمعنى ان هو بيطلب مني كده ان هو واثق فيا يعني. طب ايه المركز اللي يعني شايفه اكتر مركز بيريحك او بتلعب فيه وانت مرتاح جدا؟ انا السؤال ده اتسال لي كتير جدا، بس انا بستريح في الاثنين يعني، بستريح في الاثنين جدا. لكن انا بحب الباك ليفت كويس يعني، وبحب المساك برضه، لكن بحب الباك ليفت ان انت بتهاجم برضه، ليك تواجد في الحته الهجوميه، ممكن تعمل اسيست، ممكن تجيب جون، فدي ليها برضه حاجه كويسه يعني. لو ما لقيتش اسمك في قائمة المنتخب وانت عامل كل اللي عليك، احساسك هيكون ايه؟ طبعا هبقى متضايق، هبقى متضايق جدا، لكن عمري ما اخد موقف او ولا اقول تصريح ولا بالعكس. تصريحاتي دايما كلها ان دايما بتمنى للتوفيق لزمايلي وللجهاز الفني بتاع المنتخب، دي وجهة نظر فنية وبس، وبسكت يعني وبشتغل في الملعب، لان هو الملعب هو اللي يقدر يوديني منتخب او ما يقدرش يوديني منتخب، وبتبقى في الاول وفي الاخر وجهات نظر يعني، وجهة نظر مدير فني بتحترم يعني ايا كانت يعني. بس عمرك مثلا ما تروح تقول ليه طيب انا عامل اللي عليا؟ يعني ما تقولش لا كده، خالص، انا تتضايق مع ولا نفسك؟ اتكلم ولا حتى اتكلم حد من جهاز المنتخب يعني، ما ارفعش سماعه التليفون مثلا، طب ليه، طب انا مقصر في ايه، طب لا خالص ما اتكلمش يعني. يعني حتى هنا برضو لو قعدت احتياطي ما اتكلمش، انا اتمرن كويس في الملعب والمدير الفني شايف حاجه بيعملها، هو ده هو شايف الاصح يعني، هو مدير فني في الاول وفي الاخر، وهو اهم حاجه عنده ان الفرقه تكسب، فانا لو بخسر الفرقه هو مش هيلاعبني، ولو انا بكسب الفرقه هيلاعبني حتى لو هو ما بيحبنيش. فدي وجهة نظر ايا كانت، جهاز فني نادي، جهاز فني منتخب، دي وجهات نظر كلها يعني وتحترم في الاخر.